اتصل بي اخي من الجزائر امس شيخنا بيسالني، بيقول انه هو من رؤساء البلديات اللي نجحوا من اللي نجحوا. ففي بلديه من البلديه السابقه نفس بلديته كانت جار في مقبره، فهذه المقبره الان بحكم انه استلم بده يكمل الشيء اللي تمموا فيه اللي بداوا فيه البلديه السابقه. فكان يعني قد صنعوا حديقة فوق هذه المقبرة، صار لها حوالي 15 سنة المقبرة يعني. فبيقول هل يجوز المقبرة 15 سنة قضي عليها؟ قضي عليها نعم. فبيقول هل الآن يجوز أن أتمم هذا العمل اللي بدأته أم لا يجوز؟ قال له هذا من مفاسد التوظف تحت حكم الكافر. سبحان الله. أي نعم. وهل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ فالمسلمين سبحان الله يعني نظرتهم قصيرة جدا، لا ينظر أحدهم إلى أبعد من أرنبة أنفه، من أول أول بس. خلاص نحن بدنا نستولي على الحكم، استولى على الحكم مو هذا أسلوبه. صير أنت موظف بدك تحكم الإسلام، لكن المركز الأعلى متحكم عليه وزير الإسلام، ما بإمكانك تحكم الإسلام. هذا لو أراد أن يعمل عمل المسلمين يهدم الحديقة ويصورها كمقبرة ويوقفها كما كانت للمسلمين، لأموات المسلمين ليس لأحيائهم ليتنزهوا فيها على حساب الموتى. استضعفوك فأصفوك. أيها الشيخ في السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين.